بابا، هو في حاجة مزعلك؟ لا أبدا يا بنتي، بس أنا من يوم موت أمكم الله يرحمها، الله يرحمها، وأنا قررت أكون أمكم وأبوكم في نفس الوقت، وقلت أربيكم تربية كويسة، وزي ما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إذا ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بثلاث بنات ويربيهم تربية كويسة بيكونوا سبب في دخول الجنة، ولا انتوا مش عاوزين ابوكم يخش الجنة؟ بابا انا بقيت كويسة، ما شيلش هم، الدواء الاخير ده بدأت ترتاح عليه. الحمد لله يا بنتي. يخرب بيت البيت اللي زعلك يا بابا. هو في حد مننا مزعلك يا بابا؟ يا بنتي انا عمري ما ازعل منكم ابدا، انا بس بزعل عليكم. ايه يا هبه، مش هتاكلي ولا ايه؟ عماله تشربي ميه، هتقربها ميه كتير وتملي بطنك من غير ما تاكلي. لا يا بابا، انا بس عطشانه بس شويه وشويه وهاكل على طول. هاكل. هي هبه دايما كده، اول ما حضرتك تقوم هتخلص على السفره دي كلها. هي على طول كده، خلاص اكلنا كله. ايه يا بنات، ما تخليكم قاعده بخير. ايه في ايه؟ يلا يلا يا هبه، يلا يلا يلا، كله يلا اتعشوا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بالهنا والشفا. كلي يا هبه كلي. حاضر. كفايه ميه، كلي. خد يا بنت فلوس الذهب بتاعك. شاطره يا بنت يا وزه، كام دول؟ لا كتير، ما تعديش عشان بركتهم. ماشي. ويا اختي لو عايزه تبيعي حاجه من الحاجات اللي هلت عليكي جديده دي ابقي قولي لي. خمسه في وشك وفي عيني. ظبطي يا بنت، حته دينجا وهرجي بياخد كل حاجه من غير فواتير. يا بسم الله ما شاء الله. اتعلمتي يا اختي تسجري؟ امال اقعد اتفرج زي خيبتها كده عليكوا وانتوا بتشتروا؟ بنتي يا اختي اللي مش عايز تتدردح. يا بنت يا بنت، ده انت حلوه زي القمر. سوق الحلاوه جبر. جبر ايه بس يا هبله، انت بس اللي مش عارفه تنزلي السوق. ايه سوق ابيع نفسي ولا ايه؟ لا يا هبله، ساتر يا رب على الغباوه، تبيعي الحلاوه. ايوه فهمتي. يلا على سيره الحلاوه، انا عايزه اروح للكوافير. وايه علاقتي بقى الكوافير بالحلاوه؟ طب دي بقى يتقال لها ايه؟ ايه علاقه الكوافير بالحلاوه؟ دي علاقه لا مؤاخذه ماشيين مع بعض بطال. بطلتي تمقلسي عليا انت وهي. هاتي يا بنت نفس. يا بنت هاتي، ما تسفيش السيجاره كلها لوحدك. يا فراشي يا بنتي، دخانها كله طار على الهواء. علمناها الشحاته. في حلاوه السيجاره دي يا بنتي يا وزه، بقول لك ايه، معاكيش منها محشي؟ محشي كرومب ولا ايه؟ مش هقدر اكمل كده. يا يما يلا قوموا بينا، يلا يلا يلا. يعني يا اختي ضهري 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 ضهري، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. الفلوس حلوه قوي يا اولاد، بس لو تقولي لي ايه الهبو اللي في وشك ده؟ والنبي يا اختي، ما انا عارفه الشكمان اللي فتحوه في وشي ده. بس يا منيله منك ليه؟ لا يقولوا علينا عمرنا ما جينا اماكن زي دي. لا يا اختي، انا عملت كل الحاجات دي كلها يوم فرحي، بس الشكمان ده اول مره بصراحه. ابتديت ادمنه. ايه رايك يا رشا، مبسوطه؟ اه مبسوطه قوي يا توحه. حضر يا ام سويت. يعني اختي ايه؟ ايه يا اختي اللي بتاع اللي انت قلتيه ده؟ يعني بتقول لك حد هيعمل حلاوه؟ ايه يا نهار هو يعني ايه سويت يا توحه؟ ولا حاجه. لا يا اختي، محدش هيعمل حاجه. امشي امشي. حد يجيب يا توحه البنت الصغيره معانا، كلام كبار كلام كبار عليها. امشي يا اختي. لا لا مش هنعمل مش يعني هنعمل. مفيش حد فيكم هيعمل؟ قد ما قالت لك محدش هيعمل ده الا مضى، دي البنت اللي مضى قوي. هاي يا جوز، ازيك؟ ازيك يا احلام، اخبارك ايه؟ تمام، انت ازيك؟ مين البنات دول؟ اول مره شرفوني. طب بقول لك ايه؟ فدام سلوك بتسلمها وبتقول لك احنا اخدنا بيت حلو قوي ومحتاجين شويه بنات كتيره كده عشان البيت يشتغل حلو. وبعدين انت يا جو كده اليومين دول نايم في الخط، وده ما ينفعش. انت عارفه الموضوع مش بالسهل، وبعدين انا لازم امتحن السلوك قبل ما احلق وكمان اعرف اوفر. يا اخويا ما هو اكتر من هم على القلب، الحريم المتبرعه اللي هربانه من اهلها واللي بيحب الفلوس. هو في ست في الدنيا ما بتحبش الفلوس؟ يلا منورنا يا هواني. يا اهلا بنوره.
اول مره تشرفونا هنا مش كده؟ اول مره ده ايه؟ احنا طول عمرنا من واحنا صغيرين كده في الرابعه يا اخويا واحنا بنرضع كنا بنروح لاحسن كوافرات فيك يا بلد، بس بصراحه يعني عجبتنا اليافطه من بره فقلنا نيجي نجرب. لا واضح واضح. طب والاموره الصغيره دي بقى اخت مين فيكم؟ هي اختنا يا اخويا. اه واسمها ايه بقى؟ رشا. رشا. طيب قصه شعر رشا هديه مني عشان انتوا اول مره تشرفوا. ربنا يكرمك يا اخويا. كتر خيرك. منورين. والنبي ما عندكش حمام كريم؟ عندي كل حاجه يا مريم. طب حط لي كده شويه الله يخليك عشان شعري بقى تعبان قوي بقى مهصب بقى. عايزين اي حاجه بس قولوا عايزين جو. هتلاقي زيت زيتون احسن. الكريم ايه؟ زيت زيتون. بس يا مفضوحه. اسكتي. الدخان قوي بيجي منهم موت. حلوه اشتغل. هيحصل. يلا. شفتي؟ هيقص لها شعرها ببلاش. حنين ده. النبي مش حنين بس. ده قميصه اللي هو لابسه البتنجاني ده ياخد العين ويشرح القلب. اهبطي يا بنت بقى، اهبطي وتقلي شويه. الراجل ده حلو قوي يا توحي. عاجبكم كده حتى العيله الصغيره؟ ما انا قلت لك بنتكلم كلام كبار ما كانش ينفع تجيبي البنت هنا. بتاع كبار احنا بنتكلم كلام بس كبار. بس يا رشا بقى اسكتي يا رشا. خدي يا اختي. يا اخويا انا اتخنقت من البتاع ده. ما عندكيش يا اختي مونيكير احمر. اي فين؟ اي فين يا اخويا؟ ده بيعمل ايه؟ بينظف الوش. ينظف ايه؟ انا وشي زي الفل. شايفني وشي مهبب. تعالي يا كوكا لبسيني الكوبايه. حاضر تحت امرك يجنن. هو ايه؟ قمر. حضرتك قمر. محدش يتصور ابدا ان عندك عيال في السن دي. ميرسي يا خوخه، انت اللي جميله. ما تسرى يا مامي بقى اتاخرنا. انا جاهزه وبابا كمان جهز. طب وكريم؟ كريم بيقول ان عنده مذاكره هيقعد يذاكر مع صاحبه. طب دقيقتين وهكون جاي. مريم زي القمر عروسه ما شاء الله. البنات بتكبر بسرعه يا خوخه. يلا احنا بقى يا حبيبتي اتاخرنا بقى. ها اوكي انا جايه اهو. يلا 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 يلا. هوصيك يا خوخه خلي بالك على كريم واصحابه، شوفوا عايزين ياكلوا حاجه يشربوها. تحت امرك، ده زي اخويا الصغير. ماشي يا حبيبتي.